صباح الفل يا عم زتون، صباح الفل يا عم زتون، صباح الخير يا يونس، صباح العسل. اما حصل حاجة امبارح. يا رب يبسطك على طول. خير خير. اصل انا الصبح قبل ما نروح المدرسة، ايوه، لقيت فجل جاي يقول لي صباح الخير يا زتون، بيتكلم بطريقة غريبة كده ولابس وش. ده امبارح وهو رايح المدرسة لابس ماسك متنكر، بيتكلم بطريقة غريبة. يبقى عنده حفلة يا صديقي. قعدت اضحك بقول له ايه ده، انت عندك حفلة ولا ايه؟ قال لي حفلة مين؟ انا مش فجل ولا حاجة، ده انا واحد تاني. قلت له يعني ايه؟ مش فاهم. كمل لي. قال لي اصل انا بصراحة قلت النهاردة اتنكر واعمل حاجة تانية عشان ما اروحش المدرسة وما اخدش التطعيم. يا ربي، ده لسه اخوه الحلو الشاطر زيتون لسه من كام يوم كان بيحكي لنا عن ان التطعيم ما بيتعبش، يقوم فجل يعمل كده. ما انا قلت له كده يا يونس. ايوه ايوه. قلت له يا فجل انا خدت التطعيم وما كانش بيوجع، كانت شكة بسيطة كده، وكل الاولاد والبنات الصغيرين لازم ياخدوا التطعيم يا فجل. برافو عليك يا زيتون، برافو عليك. وعايزك تقول له يا زيتون التطعيم ده اسمه حاجة للوقاية. يعني ايه وقاية؟ يعني ما نخليش التعب يجيلنا، عارف كده يا زيتون؟ يعني الدور البرد جاي والانفلونزا جاي او ماخد التطعيم خليه يلف ويرجع تاني، يجي عند زيتون ويجي عند فجل يقول ايه دول واخدين التطعيم، انا ما اقربش من دول خالص، يجي يقرب البرد يخاف مننا ويطلع يجري على طول. شوف هتفهمها له بطريقه بسيطه جدا. هو بس سالني سؤال. ايوه. قال لي طيب هو ما ينفعش التطعيم ده ناخده كده نشربه بالبق كده زي دواء الكحه هيكون بطعم الفراوله بطعم لازم يعني حقنا لازم ابره وشكه؟ ما هو في دواء بيبقى كده، بس التطعيم بيبقى معظمه حقن يا زيتون. عارف بقى كان في بقى تطعيم واحنا صغيرين بقى تشل الاطفال والحاجات دي بقى، ده اللي بالبق يا زيتون، لكن معظم الحاجات التانيه حقنه. وانت يا زيتون انت جربتها وقلت ما بتوجعش، يعني بقول لك ايه، ما تيجي نشكك شكه كده نخليه يصدق انه ما بيوجعش ولا ايه؟ انت يا زيتون انت اخوك كبير، انت هتفهمه، وممكن تعمل حاجه حلوه جدا، تروح معايا يا زيتون تقول له انا هاجي معاك واقف معاك وقت ما انت بتاخد التطعيم. فكره كويسه. خلاص انا هروح اقول له يا يونس. انت بطل يا زيتون والله العظيم. سلام. سلام يا زيزو. عايشين في عالم مجنون، وزيتون دايما شعلون، ويونس طيب وحنون. بحب يونس ويونس بيحبني، مجنون جدا زيتون، ده ولد طيب قوي.